أنت محتار في اختيار طريقة البيع الأفضل لمنتجك لبيعها في موقع إيباي، لا تقلق، أنا هنا لأساعدك. مرحبا بكم، أنا رضا عازم من كامبوست أكاديمي، وفي هذا الفيديو سنتعرف على الطريقتين الأكثر استعمالا في موقع إيباي، طريقة المزاد العلني وطريقة الباي إت ناو التي تسمى بالبيع الآن، هي الأكثر استعمالا في موقع الإيباي. في السابق 70% من المنتجات في موقع إيباي كانت تباع بواسطة المزاد العلني، ولكن اليوم العكس هو الصحيح. اليوم 70% من المنتجات تباع بطريقة البيع الآن، الباي إت ناو. هيا بنا نتعرف على الطريقتين ونعرف لماذا حصل هذا التغيير. في المزاد العلني يمكنك شراء المنتج المعلن في صفحة المبيعات حتى انتهاء وقت المزاد والفوز بالمزاد وبعد منافسة عدة زبائن آخرين على المنتج، بينما في طريقة البيع الآن يمكنك شراء المنتج حالا دون الانتظار لانتهاء الوقت ودون خوض أي منافسة مع الزبائن الآخرين. ونحن اليوم في عصر السرعة، نحن لا نريد الانتظار، نريد شراء المنتج الآن ليرسلوه إلينا، وهذا هو السبب الرئيسي لتغيير الذي حصل. السبب الثاني، إيباي في السابق 70% من المنتجات المعلنة به كانت مستعملة، هي منتجات مستعملة. لكل من لا يعرف، إحدى الأسباب الرئيسية لإنشاء موقع الإيباي كان توفير حل عصري بخصوص الجراج سيل في أمريكا، بينما اليوم 70% من المنتجات المعلنة في موقع إيباي هي جديدة، وعادة المزاد العلني يستعمل أكثر لبيع المنتجات المستعملة، وطريقة الشراء الآن أي الباي إت ناو تستعمل فقط لمنتجات جديدة. إذا نستنتج، طريقة البيع متعلقة بالمنتج الذي نريد بيعه. أتمنى أنني أضفت لكم معلومات جديدة واستفدتم من هذا الفيديو. لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات المثيرة المتعلقة في ربح المال عبر الإنترنت. أيضا أنصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لأكاديمية كامبوست لمتابعة كل ما هو جديد عن مواقع إيباي وأمازون. أتمنى لكم النجاح ببيع منتجاتكم، سأراكم قريبا، وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو.